الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى سوق وقف للصقور هي خدمة تركيب الشرائح الإلكترونية بالإضافة إلى تركيب صفرة الذيل. الشرائح الإلكترونية هي عبارة عن شريحة إلكترونية يتم زراعتها تحت الجلد في منطقة الصدر. الغرض منها هي إعطاء رقم خاص لكل طير. طبعاً هذا الرقم هو يكون رقم واحد دولي، يمكن الاستفادة من هذا الرقم في إصدار جوازات السفر أو بطاقات تسجيل الصقور، بالإضافة إلى وسيلة تعريفية للطير خلال سفره مع صاحبه في المطارات أو في المنافذ الحدودية، سواء في داخل دورة قطر أو في خارج دورة قطر. يتم وضع مادة معقمة كالكحول في منطقة الصدر، ثم بعد ذلك يتم زراعة هذه الشريحة تحت الجلد. تكون زاوية دخول أنبوبة بزاوية 45 درجة، وكما نلاحظ وجود شريحة سابقة لا تعمل لسبب ما، ولذلك سنقوم بزراعة هذه الشريحة البديلة إلى الطير. بعد ذلك يتم عملية دفع الشريحة الإلكترونية إلى الداخل مثل ما نلاحظ الآن. هذه الشريحة الآن يمكن قراءتها بواسطة جهاز سكانر خاص بها. طبعاً خلال إحضار الطيور إلى مستشفى سوق وقف للصقور سيقوم الاستقبال بقراءة هذه الشريحة، ومن بعد ذلك سنقوم بعملية إدخال الرقم في البيانات المستشفى لمعرفة الرقم الطبي الخاص بهذا الطير من خلال التعريف عن هذا الرقم. بعد الانتهاء من وضع الشريحة الإلكترونية سنقوم بوضع صفرة الذيل. تتوفر صفرة الذيل بحجمين، حجم صغير باللون الغامق وحجم أكبر منه باللون الفاتح. اللون الغامق يستخدم للطيور الصغيرة الحجم كالشاهين والتبع وغيرها من الطيور، أما بالنسبة للون الفاتح فيستخدم للطيور ذات الحجم الكبير كالجير والحر وغيرها. اختيار المكان الذي سيتم وضع فيه الصفرة جدا مهم، لأنه أي خطأ في هذا المكان قد يؤدي إلى حدوث تلف في الريش المجاور للريش التي سيتم وضع الصفرة أو لريش الجناحين. هذه هي الريش التي سيتم اختيارها. الموقع الذي سيتوضع به هذه الصفرة هي على نصل الريشة وعلى مسافة 1 سنتيم بالضبط من منبع الريشة. طبعاً لماذا يتم اختيار هذا الموقع؟ لأنه في حالة وجود هذه الصفرة في مكان قريب من منبع الريشة أو الجلد فإنه قد يؤدي إلى حدوث التهاب في الجلد، أما إذا وضعت في مكان بعيد عن ذلك فمن المحتمل أن هذه الريشة قد تكون على تماس مع ريش الجناح أثناء الطيران، بالتالي يؤدي إلى تلف في الحافات الخارجية للريش. الهدف من وضع هذه الصفرة في الذيل هي لتثبيت جهاز آخر ملحق بها، هو جهاز يستخدم لتعقب الصقور. هذا الجهاز من خلاله يمكن لصاحب الطير معرفة اتجاه الطير، البعد الموجود عن الطير، بالإضافة في حالة فقدانه أثناء الطيران أو استخدامه للصيد في أماكن وعرة ممكن معرفة مكان تواجد الصقر للذهاب إليه وإحضاره مرة أخرى. سوف يتم الآن تركيب الصفرة في الريشة. طبعاً في هذا النوع سيتم اختيار الصفرة باللون الغامق لأن الطير يعتبر من الصقور ذات الحجم الصغير. مثل ما نلاحظ المكان الذي تم هو بتثبيتها في الريشة اللي في المنتصف. المسافة التي تم اختيارها هي تقريباً 1 سنتيم عن منبع الريشة. الآن نتأكد من أن هذه الصفرة مثبتة بشكل جيد، ويمكن الآن إعطاء صاحب الصقر الموافقة أو أنه قد تم تثبيتها بشكل قوي، ويمكن استخدامها لتثبيت الجزء الآخر المتبقي من جهاز تعقب الصقور.